ادجست البارامتر الثاني بوضح له عشان مسج يظهر لليوزر اعرفه في ايه اللي حصل. هو ممكن يفضل مستني ان الداتا تعمل داونلود مفيش حاجه ظهرت صح. فاحنا بنقول عشان تبقى كل حاجه واضحه لليوزر ايه اللي بيحصل لازم نظهر له مسج بالشكل ده عشان هو متابع ايه اللي بيحصل جوه الابلكيشن ومش شايفه. فهنا بنقول له جاست مسج عشان ايه يعرف ايه اللي حصل. وبعد كده انا ده لو ايه لو ما عرفش يعمل داونلود يعني لو كتبت الاسم ده لو كتبته صح ساعتها هيجيب لي ايه الداتا بتاعتها مش هيكتب جاست مش هيطلع فاهم. بعد كده بعمل ايه جاست بصادر التكست فيو اللي انا عندي هنا ده وحط جواه ايه الداتا اللي انت هتشو بي تقوم تظهر. لو كاتب حاجه غلط يبقى ساعتها هيقول له هنا ايه داتا كودنت بي لود. اوكي ده بالنسبه للشيرد بريفرنسز. طيب اي اسئله؟ طيب عظيم قوي. عشان الوقت واحنا فاضل لنا حاجتين اللي هي السكرين بريفرنسز تمام والداتا بيز. بصوا عشان يعني نكون غطينا الحاجه المهمه الاول وبعد كده اللي تحتها على طول ممكن ندخل في الداتا بيز وبعد كده نرجع للسكرين بريفرنس. بس هل انتوا تفضلوا ايه؟ هل انتوا عايزين تشوفوا الداتا بيز الاول وبعد كده ندخل في السكرين بريفرنسز؟ هي اوريدي حاجه صغيره يعني مش هتحسوا باهميتها قوي بس دايما يعني مش هتلاقوا معظم الابلكيشن بتاخد منها بتستخدمها دايما في السيم. فهل تفضل ندخل في السكرين بريفرنسز ولا في الداتا بيز؟ اللي هو فعلا الداتا بيز ده ايش فايده؟ نعرف بس هتعمل ايه. اوكي ماشي. السكرين بريفرنسز دي انا بستخدمها في ايه؟ جرب كده افتح اي ابلكيشن واختار السيتنجز اللي موجوده فيه. مثلا هتلاقي السيتنج ان هو بيانيبل ميوزك او لا، يوزر نيم بيكون مكتوب، اي سيتنج انت اللي بتعمله او بتسيبه عندك انت بعد ما تخلصه بتدوس باك او تخرج الابلكيشن خالص صح؟ طيب لما تيجي تفتح ابلكيشن تاني مش المفروض يكون على نفس الستيت بتاعت السيتنج اللي انت اوريدي كنت سايبها قبل كده؟ هي دي فايده السكرين بريفرنس ان هي بتسيف الاوبشنز اللي انت اوريدي استخدمتها وبعد ما خرجت الابلكيشن وجيت له تاني هي اوريدي الاوبشنز دي لسه متسيبه عندي وبيستخدمها. فهي السكرين بريفرنس هي مش فايدتها ان هي بس بتعمل سيف لشويه داتا، لا هي بتستعمل الداتا اللي هي متسيبه دي ان هي في اوبريشنز ان هي تنيبل حاجه او تتعامل على التصميم تمام. فهي مش مجرد بس ان هي بتعمل سيفنج، لا هي بتعمل سيفنج وبتتعمل اوبريشنز على اساس ايه السيفنج اللي حصل ده. ده معنى ان يكون عندي ايه سكرين بريفرنس. زي ايه مثلا عايزين نشوف اكزامبل ليها. انا بكريت لها يوزر انترفيس اكس ام ال فين؟ انا هنا كنت قلت ما اعرفه فولدر اسمه اكس ام ال حاطط فيه هنا حاجه اسمها نيم بريفرنسز جست برضه بعمل اد عادي مفيش اي مشكله لايتمز. فانا هنا عامل ايه اد للثري ايتمز جواه واحد اسمه كي هنعرف ده شكله بيبقى عامل ازاي لما نيجي الران. حاجه ثانيه اسمها الرينج تون بريفرنسز لما انت تيجي تفتح الابلكيشن او تفتح الموبايل بتاعك وعايز تختار رينج تون صح؟ انت بتسيفها بتختارها وبعد كده ايه بتخرج. لما حد بيتصل بيك بتفتح او بيرن بالرينج تون دي. طب هو مين اللي سيفها؟ هو هنا سيفها واستعملها في اوبريشن. فساعتها ايه اللي حصل؟ ساعتها اللي حصل ان باستخدام سكرين بريفرنسز الرينج تون دي عباره عن سكرين بريفرنس تمام. فهنا اللي حصل ان هو سيفها واستعملها. في حاجه ثانيه اسمها مثلا التشيك بوكس بريفرنس. زي مثلا يكون عندك في جيم ان هو عايز يعمل انيبل للميوزك او لا وانت بتلعب اوكي. فانت مثلا تدخل في السيتنج بيبقى مثلا في تشيك بوكس كده دوس انيبل او ايه او ديسيبل اوكي. فهو ده معناه. فلما تيجي تفتح ابلكيشن ثاني ما تلاقيش الصوت موجود. فهو ده برضو ايه شكلها. برضو كل واحده بيبقى ليها الاي دي الخاص بيها تمام او اللي بيعبر عنها واللي تقدر تستخدمه بعد كده. طب عشان نشوف ران لحاجه زي كده بتكون عامله ازاي تعالوا نعمل ران هنشوف ازاي بنستخدم الشيرد بريفرنسز عشان نتنقل وازاي بستخدم السكرين بريفرنس بتاعتي.
احكي له هنا بيعمل عامل الايميليتور اهو. باي ذا واي ده البرومبت اللي انت بتدوس عليه عشان تظهر الاوبشن منيو عندك هنا في المكان ده. اوكي كان يعني يستوري الابلكيشن على الميديا بتاعتي هيبدا يعمل ستارت هيهو كان عامل ستارت هيفرقت هيبدا يفتح الابلكيشن ويلكم. اوكي دلوقتي اهو كده فتح عندي اول اكتيفيتي ده مثلا نكتب هنا Hello World. I can submit. Oops. في حاجة نسيناها. احنا لو قلنا activity تاني صح؟ الاكتيفيتي ده ما عملناهوش ريستريشن في ال XML file manifest بتاعنا صح؟ فلازم نروح نضيفه وبعد كده نستخدم. اوكي نيجي هنا كده احنا خلاص ضفناها نقفله نعمل هون تاني هلو والد سبميت. اوكي راح هو على الاكتيفيتي تاني اللي هو ده تمام ايا كان بس انا ما عملتش شغل الداتا خالص انا هنا ما بستخدمش الداتا هستخدم البوتون ده عشان نروح على ايه على الاكتيفيتي التالت انا هنا هاجي مجهز كده شفتوا ظهر عندي في الايه في الاكتيفيتي التالت هنروح واحد اوكي طيب عشان نشوف ال سكرين بريفرنسز هتشوف كان عامل ازاي احنا قلنا اضفنا ثلاثه اوبجكت في الاكس ام ال فايل بتاعنا تعالوا نشوف شكلهم مثلا نجلس هنا كده ده كده أول أيتم أنا عملته، تعالوا نجرب ندوس عليه. إيه اللي هيظهر لي؟ ظهر هنا مثلا كده أدمن نيم، ده التايتل، ودي أصلا داتا أنا كنت أوريدي مسيفها لما كريت الأبلكيشن. أنا قلت يعني أو الديموز اللي أنا بعملها دي بكريتها قبلها مثلا بيوم عشان أعملها بس تيست، فأنا أوريدي عشان أعملها تيست كنت مسيف فيها داتا من إمبارح، وبعد كده بصيت أوكي، فأوريدي سيفها. انا اخدت الابلكيشن وفتحته وعملته للستور وكل حاجه وهي الداتا ايه؟ نزلت موجوده عندي، اوكي؟ فهي ده فائدتها ان هو ايه بيسيف الستيت بتاعتي او الداتا بحيث ان هو يقدر يستخدمها بعد كده. مثلا ده بالنسبه للرينج تون كان فين؟ ده مش رينج تون كان فين؟ هنا تمام؟ عشان بس نرجع تاني مش بيبقى كل الناس شايفينها انا عملت ايه؟ عملت هنا في الاكس ام ال 3 items واحد اللي هو edit text graphic اللي هو ظهر لي الادمن نيم تمام نجرب ندوس عليه الادمن نيم اللي كانت مكتوبه دي بتتكتب هنا في الباير تايتل عشان لو عايز تغيرها اوكي المسج اللي عايز تظهر اليوزر يقول له دخل ايه هنا مثلا انت يور نيم اوكي ده اللي عايز تحط ايكون صوره توضح ده بيعمل ايه تمام كده بالنسبه للرينج تون
خليني نبص عليها. انا بدوست هنا ظهر لي جاست ديفولت رينج تون. لو انا برن الابلكيشن ده على موبايل هيظهر لي كل الرينج تونز اللي موجوده عندي، لكن ده ايميليتر فمش موجود في الكلام ده. فجاست انا بحددها وبعد كده اوكي خلاص هو كده اختارها. اي بعد كده حتى هيجي يتصل بيا هيقوم اوريدي يستخدمها. ده عباره عن تشيك بوكس. انا لما بدوس بيغير الايه؟ بيغير الكلمه. طب انا ممكن اغير حاجه، اعمل حاجه زي كده ازاي؟ في الكرييشن اهو ده التشيك بوكس لما بدوس عليه شايفين؟ في حاجه هنا اسمها ايه؟ سامري اون وسامري اوف. تمام؟ انا هنا جاست السامري اوف لما انا اعمل له انشيك لما اعمل له ديسيبل ساعتها هيقول لي مثلا مسج جود بار. لو عايز اعمل له سامري اون هتظهر له كلمه ثانيه. انا هنا كنت مثلا معرف ده فاريبل، ممكن اكتب اي حاجه ثانيه وات ايفر. ممكن اكتب ويلكم اوكي وات ايفر. كده شفنا السكرين برانش شكلها بيبقى عامل ازاي وازاي مثلا بستخدمها بعد كده. في اي اسئله فيها؟ كويس. الداتابيز هي بس الساعه كام دلوقتي عشان انا 11 ونص. الساعه دي مظبوطه يعني 11 يعني حتى نص يعني كويس. عشان اعمل داتابيز احنا قلنا بنستخدم سيكوال لايت عشان اكريتها وبحطها في الفولدر اللي هو اسمه اسيتس. طيب عشان اكريتها الاول بكريتها ازاي؟ قلنا في عندي كذا بلوجن موجوده اشهرهم اللي هي البلوجن بتاعي فايرفوكس. فايرفوكس مانجر بلوجن دي انت ممكن تنزلها بسهوله. اطلع جوجل واكتب فايرفوكس سيكول لايت مانجر. تمام؟ وبعد كده ادخل على اول لينك هو جاست هيبقى فاتح لك هنا الويب سايت بتاعها. بعد كده تقوم منزلها. طب عشان ابدا استخدمها مش لازم يكون عندي نت خالص ما تقلقوش يعني. جاست هنا بفتح فايرفوكس وبظهر هنا عندي الاوبشنز من بدوس كنترول تولز تاني ظهرت عندي سيكوال لايت مانجر. بفتحها عادي خلاص بس برضه شويه اوكي كده افتحها. انا اوريدي مش مكلف اي داتا بيس خالص موجوده. فاللي بعمله هنا داتا بيس نيو داتا بيس مثلا اسم الداتا بيس بتاعتي مثلا اسميها ماي داتا بيس اوكي. بعد كده بيقول لي عايز تسيبها فين الداتا بيس بتاعتي هنا دي هتحطها فين؟ بس انا مثلا هحطها هنا عندي في الديسك توب سيلكت فولدر. كده كان عندي داتا بيس بس طبعا فاضيه خالص مفيهاش تيبلز ولا اي حاجه. عشان بس الناس اللي ما عندهمش علم بالداتا بيس كويس هو ده مجموعه من التيبلز. تمام؟ كلها تحت اسم داتا بيس واحده. التيبلز دي بتبقى عباره عن كولومز كده نمسح بقى ده الداتا بيس بتاعتي كلها. فيها مجموعة من التيبلز مثلا ده تيبل 1 ده تيبل 2 تيبل ده هنا متقسم بالشكل ده عادي خالص. تمام؟ مثلا هنا في اي دي، هنا مثلا في فيرست نيم، هنا في لاست نيم، مثلا هنا في الايميل، وممكن مثلا نضيف كمان فوق اوكي. وجاست هنا ببدا ادخل الداتا مثلا هنا الاي دي مثلا بتاعي 1 الفيرست نيم عام اللاست نيم مثلا الايميل وات ايفر وهكذا وابدا ادخل الداتا بالشكل ده. فانا هنا انا كريت الداتا بيز بس عايز اكريت التيبل. فالتيبل ده مثلا هسميه اكونت. اوكي كل اللي هعمله حاجه هنا وادوس كليك يمين كريت تيبل او من هنا في المكان ده ادوس ايه؟ ادوس كريت تيبل. كويس اهو عمل هنا فتح عندي الداتا بيز بتاعتي. التيبل نيم بتاعي هسميه ايه؟ هسميه هنا اكونت
تمام؟ للناس اللي اشتغلت تمريض قبل كده حاجات الموضوع ده بالنسبه لهم مريح جدا، هم ما بيكتبوش كود خالص، جاست اوبشنز وبيحطوا الكولومز بتاعتهم وكل حاجه. اوكي هنا اول كولوم نيم عندي هو هسميها مثلا زي ما قلنا اي دي، عايزه برايمري كي، هل ده لازم يكون في كل تيبل عندي برايمري كي اللي هو بيميز كل تيبل عن الثاني في الداتا بتاعته، عشان مثلا عايز اجيب يوزر نيم بيكون ليه يونيك اي دي ما ينفعش يتكرر، تمام؟ فانا اخلي عندي كولوم برايمري كي معناها ان الداتا اللي هتتحط الداتا اللي هتتحط هنا لازم تبقى جريد تحتها، جريد تحتها ما ينفعش تتكرر، تمام؟ تبقى يونيك لكل ايه لكل رو. فانا هنا مثلا انا عايزها برايمري كي، عايزها يكون نوعها ايه مثلا بار تشار اوكي وات ايفر او نمبر مش مشكله عندي خالص. بعد كده مثلا هنا الفيرست نيم مش هتكون برايمري كي، انا يعني اوريدي هستخدم حاجه تكون كلها شكل واحد عشان تسهل بس على الاوبريشنز بعد كده. وبعد كده في عندي ايه تاني؟ في عندي ايميل برضو مش مشكلة. واخر حاجة مثلا فون برضو بارد شهر. اوكي دي كده كل الكولومز بتاعتي، هدوس اوكي. بيقول لي انت متأكد انك عايز تعمل الاوبريشنز دي؟ ويقوم يكتب لي السيكوال او الكود بتاع الداتا بيز هنا بالشكل ده عشان ياكد عليا حاجه. فهو بيقول لي كريت تيبل، عايز تكريت تيبل اسمه هو منين اوكي واسمه اكونت ودي الاتريبيوتس بتاعته ونوعها، تمام؟ انا جاست هعمل يس ما يهمنيش، يعني انا خلاص كده متاكد من اللي انا عملته. هو كده كريت التيبل عندي صح؟ اهو بقى موجود. لما اجي ابص لما عملت له سيلكت بقى عندي هنا كده دال اي دي تمام، فيرست نيم لاست نيم ايميل فون. ده جاست الرو اي دي ده مش موجود عندي في الداتا بيز، ده هو بس الايه بيعمل لي انتكس من ليه عشان يبقى ظاهر عندي. بس التيبل ده عندي فاضي مفيش داتا. انا ممكن اعمل اد للداتا لما احطه في الابلكيشن واضيف فيه، زي مثلا لما اجيب الموبايل فون بتاعي بيكون لسه جديد طبعا ما فيهوش اي كونتاكت خالص، تمام؟ او ان انا اضيف مجموعه من الداتا هنا بحيث لما يجي بعد كده يستخدم الابلكيشن يكون في اوريدي داتا موجوده يقدر يستخدمها او يقعد فيها او يمسحها او وات ايفر اي اوبريشن عايز يعملها. طيب ازاي ممكن اعمل ادي داتا هنا؟ باجي في براوز اند سيرش ومعمل اد. الموضوع سيمبل خالص زي ما انتم شايفين اهو. فتح لي ايه؟ فتح لي دايركت بوكس في الكولومز بتاعت الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم والايميل والفون. بدخل الداتا هنا مثلا، يعني انا هدخلها اخلي الاي دي بتاعي 1 الفيرست نيم عمرو اللاست نيم محسن الايميل محسن والفون تمام. بعد كده اوكي بياكد عليا بيعمل كومنت هل انت عايز تضيف حاجه بالشكل ده دي الداتا، تمام؟ اقول له اوكي. عمرو عملت اوكي انا فاتح لي دايركت بوكس تاني، قال لي عشان ايه اضيف ايلمنت تاني انا عايز احطه، تمام؟ يعني عايز احط داتا ثانيه. فجاست ان انا بقيت بكتب برضه الداتا بتاعتي مثلا هنا اكد اوكي احمد هنا اشرف الايميل وات ايفر بقى اي بي سي مش مشكله الفون نمبر 1 2 3 4 5 تمام اوكي. عايز تضيف تاني؟ لا مش عايز تضيف تاني بقى خلاص اوكي. انا هنا بقى عندي ايه؟ بقى عندي كده في التيبل بتاعي تو روز تمام بالداتا هي بقت حلو؟ مفيش أي مشكلة. طيب أنا بقى عايز إيه؟ الداتا بيز أنا خلاص أوريدي عملتها أهو، عايز أحطها عندي في البروجيكت بتاعي. طب بحطها إزاي؟ كل اللي بعمله أنا المفروض هنا فين؟ بحطها
اه في برضه مجموعه اوبريشن ثانيه عشان لو عايز تمسح التيبل اللي انت عامله تمام انا بعمله دروب لو عايز افضيه خالص بعمله امتي لو عايز اعيد تسميته او اعمله ري اندكس كوبي اكسبورت وات ايفر بقى تمام انا هنا بعمل اكسبورت للتيبل اللي انا عامله واقوم دايس اوكي بيقوم يفتح لي ايه؟ اختار الزمن ولا على الاوبريشنز اللي موجوده دي هي دي لو كنت سمعت عن يعني اسمها ايه؟ ده هو جاست مكان او انت هنا بتعمل فايل بيحط فيه الداتا بتاعتك وبتعملها فيو في الاكسل لما تيجي تفتح الاكسل عندك عشان تشوف الداتا بعد ما تفتح تاني الداتا بيز وتبدا تشوف الكلام ده فهو ده جاست بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه بيسيف فايل على اساس ان هو سي اس في اختصار كوما سيمي كولون في ناس انا مش متذكر الاكستنشن كله بس هو ده بيبقى الاكستنشن بتاع الفايل تمام وبعد كده بتقوم عامل سيف هنشوف ده لما يجي يفتحها هيبقى عامل ازاي يسطا بقول هنا بدي له الاسم بتاعه اسم التيبل هو اصلا كنت بيسميه اكونت فهو بيسميه اكونت بسيبه عندي في الديسك توب انا اوريدي كنت عامل فايل تاني ممكن نسميه اي حاجه تانيه مثلا اكونت 1 تمام كده خلاص حطه تعال ندخل في نخرج في الديسك توب عندنا نفتح هنا اكونت 1 اوبن ويز مش موجود عندي هنا اكسل اوكي مش مشكله انا اوريدي كنت عامل واحد زيه بالظبط اللي هو اكونت بص الداتا اهي انا كنت مدخلها اصلا على اختلاف البيت داتا اهي تمام فهي ظهرت لك هنا عشان تعمل فيو للداتا لكن لو عملت هنا تغيير فيها مش هيغير في الداتا بيز فده جاست فيو بس للتيبل بتاعي اوكي طب اكشلي الداتا بيز بتاعتي اتسيبت فين؟ اهي اسمها ماي داتا بيز دوت سيكوال لايت اوكي بقى كده اوريدي عندي ايه موجود طب عشان اضيفها بقى عندي في البروجكت بتاعي اضيفها ازاي في البروجكت ده في كل دول مش محتاجينهم كلوز كول اوريدي في البروجكت ده كنا عاملين اللي هو منيو بتاع الايميل زي ما كنا عاملينها وعملناها ديسبلاي انا برضه حطيت فيه الداتا بيس بتاعتي اللي عملت هنا ايه؟ اللي عملت هنا انا جيت في ريسورس لا مش ريسورس بقى الاسيتس اه فولدر كل اللي عملته ان انا جاست عملت دراج للفايل اللي ورا ده تمام؟ وقمت حاطه عندي هنا في الايه؟ في الاسيتس صح؟ فانا هنا جاست عشان انا كنت عملت الموضوع قبل كده انا قلت اللي هو كان الفايل ده جاست عملت ايه كوبي وبيست يعني تمام كده هو اتحط عندي عشان اتاكد ان البروجكت بتاعي قال الداتا بيز اللي انا حطيتها دي بعمل ايه؟ من الويندو باجي اقول شو فيو اذرز حاجه اسمها فايل اكسبلور ده المفروض الفايل اكسبلور بستخدمه في ايه؟ بستخدمه عشان اقرا كل الفايلز اللي موجود عندي في البروجكت ده اللي انا مختاره فهو لو عندي لو فتحت الفايل اكسبلور ولقيته قال اسم الداتا بيز ساعتها هو كده خلاص يبقى كده فعلا عليها ويقدر يستخدمها لو مش عليها يبقى ساعتها بتعمل ريفريش مثلا للبروجكت تمام او بتتاكد انك كاتب الباس بتاع الداتا بيز عندك صح او حطه في الاسيتس انك لازم تحطه في الاسيتس وبعد كده ايه بتعمل ريفريش وتفتحه تاني طيب فانا هنا مثلا هقول عندي الفايل اكسبلور لما اجي افتحه داتا بعد كده داتا تاني بس هي جواها بدور على اسم الباكج بتاعت البروجكت بتاعي فانا كنت مسمي الباكج مثلا بتاعتي اللي هي كوم
دوت اكزامبل دوت منيونز. اجي افتحها هلاقي مكتوب عندي فولدر اهو. اوكي الفولدر ده لما اجي افتحه كده اوكي ارى الداتابيز بتاعتي تمام. طيب بس في ستيب قبل دي لازم اوضحها الاول. هو انا يعني انا جبت المصدر دي، يعني انا قلت داتا بعد كده داتا بعد كده داتا بيزز بعد كده اسم ايه اسم الفايل بتاعي. هو انا اوريدي عشان اخلي عندي السيكوال لايت فايل انا حطيته ده ريدبل للبروجكت بكاري جافا كلاس تمام. الجافا كلاس ده هو اللي بيقرا الباس بتاع الداتا بيز اوكي، والباس اللي بيتكتب جوه ده هو اوريدي بيعمله جنريشن في الفايل اكسبلور ويبقى لي. يعني ازاي الموضوع ده؟ ده اسم الجافا كلاس، يعني ده المنيوز اهو الباكج بتاعتي. اسم الكلاس بتاعي اسمه ايه؟ داتا بيز هيلبر. لما اجي افتحه لو جينا نبص كده ده اسم ده الداتا بيز باس بتاعي هنا ايه؟ داتا سلاش داتا سلاش اسم الباكج بتاعتي بعد كده سلاش داتا بيز صح؟ مش ده لما هي نفتح في الفايل اكسبلورر من ويندو شو فيو اذرز فايل اكسبلورر وانا هنا الداتا اللي هي الداتا دي اهي الداتا اهي اوكي؟ بقينا كده؟ ماشي. بعد كده في داتا ثانيه، يبقى انا هدور في الفولدر ده على داتا فين هنا؟ اهي تعالوا نفتح. بعد كده المفروض هدور هنا على اسم الباكج كومنت اكزامبل دوت منيوز. فانا هنا هنزل كده ادور اهي افتح. بعد كده كان عندي سلاش داتا بيزز على ايه موجوده؟ فين اهي؟ المفروض لما افتحها هلاقي ايه السيكو لايت فايل بتاعي. تمام؟ فهو ايه اللي بيحدد الاول؟ يبقى انت بعد الستيب بقى اللي هتمشي عليها. تكريت الداتا بيز بتاعتك عادي مفيش اي مشكله، تعملها دراج ودروب في ال في الاسيت فايل، وبعد كده باستخدام الجافا فايل ده بتحط فيه الباس بتاع السيكو لايت فايل بتاعك حلو، وبعد كده بتسيف الفايل ده وتقوم عشان تتاكد ان هي موجوده. احنا مش لازم تعمل الستيب بتاع فايل اكسبلور، احنا بس بنتاكد ان هو اوريدي قاريها تمام. فبنفتح فايل اكسبلور من ويندو ونتاكد ان هي ايه اوريدي موجوده تمام. في اي مشكله كده؟ تمام. طيب نقفل ده. طب هو الداتا بيز ده هو المفروض اكتبه؟ احنا جينا نبص مثلا عليه، عليه بص عامل ازاي؟ كله ميثودز. بصوا شكلها عامل ازاي؟ احنا مش محتاجين نكتب الكلام ده كله. فده هو اوريدي بيبقى جاهز ومعمول له جنريشن على الانترنت، انت بس بتدخل تكتب داتا بيز هيلبر على جوجل تمام فول اندرويد، وهو بيجيب لك الفايل ده. كل اللي تعمله تعمله ايه داونلود وتيجي وتحطه عندك هنا في البروجكت بتاعك بس مش اكتر من كده. ايه؟ زي الكونكتور بتاع جافا؟ اه بالظبط كده تمام. فانا كل اللي عملته نزلته من على النت وقمت ايه قمت حاطه يعني ما عملتش اي حاجه فيه. عايز اضيف بس حاجات فيه مثلا، يعني هو بينزل بحاجات دي فلوس، يعني مثلا هو مش بيبقى اسم الباص ده فانا بكتبه تمام. ايه تاني؟ بيبقى الاوبريشنز اللي موجوده جوه، ان انا مثلا اعمل سيلكت الرو او سيلكت داتا معينه. مين هنا كتب داتا بيز او اشتغل داتا بيز قبل كده؟ طب تمام ماشي. هو معظم الناس هو بصوا زي مثلا عايز اعمل سيلكت رو او ابديت او ديليت او الاوبريشنز اللي احنا عارفينها دي، دي كلها بيبقى ليها ميثودز موجوده هنا هو اوريدي موجوده. كل اللي بتستخدمها عايز تعدل في حاجات فيها ماشي بس اوكي بسيط جدا انك تعدل قوي. يعني مثلا لو جينا هنا نبص على الميثودز اللي موجوده زي كريت داتا بيز اللي هي كريت انا ما كتبتش فيها اي حاجه. في ايه تاني؟ كوبي داتا بيز اوبن داتا بيز ديليت اهي انسرت رو. انسرت رو مثلا الميثود دي بتعمل ايه؟ بتاخد انا عايز اعمل انسرت رو تمام؟ في التيبل ده، فالتيبل ده اسمه ايه؟ اسمه اكونت. فهنا بدخل له اسم التيبل. الويب بوست بتاعتي اللي هو الكود اللي انا بكتبه في الداتا بيز اللي هو مثلا اي دي ايكوال كذا وده اند كذا بيساوي كذا وات ايفر،
ده هنا بيتكتب لو مش عاوز تضيفه اتس اوكي. وحاجه اسمها كونتنت فاليو، دي بقى هنتكلم عنها. ايه كونتنت فاليو دي؟ دي الاكشن اللي هي بتاخد الداتا بتاعتك وتحطها في الايه، في الداتا بيس بتاعتك، وده الكود بتاعها من جوه. انا ما بعملش اي حاجه فيه خالص، يعني هو ده جاست انا بسيبه زي ما هو، هو بيضيفها لوحده. طيب يبقى انا كده حطيت عندي الداتا بيس وتاكدت ان هو عليه صح؟ طيب انا عايز ابدا اكتب في الداتا بيس دي او اقرا منها. تعالى نبتدي ان احنا نكتب فيها مثلا، وبعد كده نشوف ازاي ممكن نقراها. بكتب في الداتا بيس عندي ازاي؟ بخزن عندي كل الداتا اللي عايز احطها فيها بالترتيب في حاجه اسمها كونتنت فاليو اللي هي ظاهره عندي، تمام؟ وكل اللي بعمله ان انا بباط الداتا الكونتنت فاليو دي للميثود بتاعه ايه؟ انسرت فورم، بس مش اكتر من كده. تقوم الداتا بيس بقى هي اللي بتعمل ايه؟ بتاخد الكونتنت فاليو وتقوم حاطه ايه؟ الداتا بتاعتي. هي دي الفكره بتاعتي. فانا هنا مثلا هعمل ايه؟ انا خلاص مش محتاج ابص على الفايل ده. انا كريت مثلا عندي هنا المين اكتيفيتي بتاعي انا دايما بستخدمه. اوكي عايزين بس نجيب الانترفيس بتاعنا اللي هنشتغل فيه. احنا قلنا عندنا اي دي وفيرست نيم ولاست نيم وميل، وبعد كده ضفنا فون نمبر. فانا هنا عندي ده كده اليوزر انترفيس، عندي الاي دي فيرست نيم لاست نيم ايميل فون نمبر، وبعد كده في بوتن اسمه ادوس عليه ريسيف تو داتا بيس. اوكي ده جاست ليه الانترفيس بتاعه بالنسبه للجافا كلاس. كل اللي عملته كريت برضه اوبجكتس كورسبوندنج للاوبجكتس بتاعت الاكس ام ال وعملت لها لينكينج او بالشكل ده كده، تمام. والبوتن بتاع ايه اللي بيعمل سيف الداتا بيس اسمه هنا سيف، وبعد كده ايه سيف اون كليك يا اسطى. تعالى نروح على الميثود بتاعت اون كليك. فين اون كليك؟ دي حاجه بس نشيل كده ونشيل سكر كونكليك. هكريت او هعمل ايه؟ هعمل كونتنت فاليو اوبجكت. انا اوريدي عملت له كرييشن فوق خالص اهو كونتنت فاليو وسميته سي في اختصار كونتنت فاليو نيو كونتنت فاليو. اوكي بستخدمه فين؟ بستخدمه في الميثود بتاع كونكليك. بعمل ايه؟ بقول ان الكونتنت فاليو اوبجكت اللي عامله دوت بوت، ببدا احط فيه الداتا بتاعتي اللي عايز اسيبها في الداتا بيس. اوكي ازاي؟ بقول هنا بوت دي بتاكل ميثود بتاكل تو بارامترز، واحد الكي وورد اللي هي هتكون بعد كده المفروض تكون بنفس الاسم بتاع الكولوم بتاع الاكونت. اوكي فانا هنا مثلا المفروض انا عندي هنا اي دي، فقلت هنا الكي وورد هتبقى اي دي، تمام. الداتا اكشن اللي هياخدها من الايد تكست انا عامله، فهو هنا عامل ايد تكست اسمه اي دي دوت جيت تكست تو سترينج، دي حاجه عارفينها اوريدي. عايز احط الفيرست نيم برضه بسميه بنفس الاسم بتاع الكولوم اللي موجود عندي، واحط الداتا بتاعته لاست نيم الايميل الفون كده. حطيت عندي ايه؟ الداتا صح؟ حلو قوي. بعد كده عايز احطها في الداتا بيز، بكريت اوبجكت من الداتا بيز هيلبر اللي انا اصلا اوريدي كان موجود عندي اللي انا وريت لكم من شويه كان مليان. فانا بقول ان انا بكريت منه اوبجكت ازاي؟ انا هنا في الميثود بتاع كونكريت عملت له ديكلاريشن، قلت هنا ايه؟ قلت داتا بيز هيلبر دي بي. اوكي ده اسم الاوبجكت. قمت جيت هنا في الميثود بتاع كونكريت قلت نيو داتا بيز هيلبر، هنا جيت ابلكيشن كونتكست او ان انا اكتب ذس. اوكي وبكتب هنا ايه؟ بكتب هنا اسم الداتا بيز اللي هستخدمها. انا ممكن يكون عندي في الاسيتس اكتر من داتا بيز صح؟ فانا المفروض بستخدم واحده بس
فهنا بكتب اسمها مش اكتر. تمام؟ متاكد ان اسمها يكون مكتوب صح عشان دي بتحصل بعد كده مشكله ان هو مش حقيقيه فيرجع لك نال بوينتر اكسبشن مشكله يقول لك ان مفيش داتا بيس موجوده بالشكل ده. فانا اوريدي كانت عندي في الميثود بتاع الكون كريت. طيب انا اوريدي وعملت الكونتنت فاليو وحطيت فيها الداتا. انا بقى معايا كونتنت فاليو ومعايا داتا بيس. عايز احط الكونتنت فاليو دي في الداتا بيس. اوكي؟ فين في الداتا بيس؟ في التيبل اللي اسمه اكونت. حلو؟ فهاجي هنا اول الداتا بيس بتاعتي دوت انسرت رو. انا عايز احط فيها رو. رو المفروض الرو اللي هو ايه؟ اللي هو جاست مجموعه من الاليمنتس او الايتمز اللي انا عايز احطها. طب رو في اي تيبل؟ ما انا ممكن يكون عندي برضه اكتر من تيبل. انسرت رو في التيبل اللي اسمه اكونت اللي هو ده. صح كده؟ طيب هي انسرت رو بتاخد 3 بارامترز. اوكي؟ ده اول بارامتر. ده تاني بارامتر من اول هنا لحد هنا. اوكي؟ اه بس ده المفروض كله لاين واحد بس عشان ارتبه كتبته تحت بعض عشان يبقى ظاهر لي. تمام؟ هقول تحت ايه هو ده بيعمل ايه؟ تاني بارامتر عشان يشوفه اللي هو ايه؟ الكونتنت فاليو بتاعتي اللي انا واخدها وعايز احطها. صح؟ طيب فانا قلت دلوقتي انا معايا كونتنت فاليو عايز احطها في التيبل اللي اسمه اكونت. كويس؟ طيب عشان احطها بالشكل المظبوط يعني انا اوريدي قلت انا هحط عندي الاي دي. طب انا ممكن احط الاي دي ده ممكن يجي يحطه لي هنا. هو انا حددت له انا قلت له حط لي مجموعه الداتا دي كلها هنا. طب ترتيبها بقى اللي عامل ازاي؟ دي هي اللي بترتب لي الموضوع ده من اول هنا. فانا بعمل ايه؟ انت المفروض دي كلها جمله ستيتمنت سترينج. اوكي؟ بتبقى عامله ازاي؟ ده الاي دي بقول هنا الاي دي، الاي دي اللي هو ايه؟ اللي هو ده اللي موجود جوه الداتا بيز. فانا هنا بقول اي دي ايكوال طريقة كتابة أو السنتكس بتاع كتابة السيب أونلاين عندي بتتكتب بالشكل ده. أي كولوم أو أي أيتم أنا عايز أضيفه مثلا بقول هنا أي دي إيكوال بعمل سنجل كوتيشن وأحط جواها الفاليو بتاعتي. مثلا عايز أحط هنا جواها واحد. أوكي؟ عايز أضيف في الفيرست نيم كلمة عمر فأقول هنا أند فيرست نيم ايكوال عمرو ده مين دبل كوتيشن. بعد كده اند اللاست نيم مصر الايميل كذا وهكذا كده بالشكل ده. صح؟ طيب انا اوريدي كتبت الاي دي اهي ايكوال السنجل كوتيشن الاولانيه. صح؟ عايز احط دي. طب هي مش دي اصلا داتا لو كده من التكست؟ صح؟ فانا هنا عملت ايه؟ قلت والاوريتكس ده كان اسمه اي دي. فانا هنا قلت ايه؟ اي دي هو هنا بلس بلس ايه؟ بلس ان هو هياخد الفاليو بتاعت الفاليو ده. اي دي دوت جيت تكست دوت تو سترينج. تمام؟ فهو دي الفاليو اللي هيحطها ايه؟ هيحط هنا واحد. صح؟ حلو. بعد كده بلس وانت حاطط السترينج التاني قفلت السنجل كوتيشن بتاعت دي يعني انا حطيت دلوقتي كده ايه؟ الفاليو. هحط هنا سنجل كوتيشن اهي شايفينها وبعد كده ان الفيرست نيم ايكوال سنجل كوتيشن وبعد كده الفاليو فهنا اهي سنجل كوتيشن ان الفيرست نيم ايكوال دي هي سنجل كوتيشن. هي دي سنجل كوتيشن ولا لا؟ انا زودتها هنا. اوكي عشان ما طلعناش ايرور حطيت هنا اهي دي سنجل كوتيشن وبعد كده حطيت هنا الفاليبل بتاعي وبعد كده فايل دبل كوتيشن وبعد كده اللاست نيم وهكذا. فهمنا الشكل بتاعها ماشي ازاي؟ وبعد كده في الاخر بتحط ايه كونتنت بقى. طيب كده انا خلاص حطيت عندي في الداتا بيز. كده انا كده خلاص كتبت في الداتا بيز ما عنديش اي مشكله خالص. في اي مشكله او اي حد عنده سؤال في ايوه؟ ايه لازمه الكونتنت فيو؟ الكونتنت فيو دي بتاخد بيها الداتا وتحطها عندك. فين؟ في الداتا بيز. انا
حطيت في الداتا بيس في دي بي دوت انسيرت رو. دلوقتي بقى عندي كونتنت فيو فيها داتا، فيها الداتا اللي انا عايز احطها في الداتا بيس، وبعد كده عملت تعالى نبص كده في في الميثود بتاعتنا اللي هي داتا بيس هيلبر، نشوف هي شكلها عامل ازاي من جوه ونفهم هو ايه اللي حصل. اوكي هي اسمها انسيرت رو فين؟ اهي مش دي الميثود بتاعتنا؟ بص التيبل دي ما فيهاش مشكله، بس نحط اسم التيبل بتاعنا دي الوير كلوز بتاعتي صح؟ حلو قوي. وبعد كده كونتنت فاليو، هو مش انت عندك في الوير كلوز دي بيبقى ساعات انت بتضيف حاجات في الكونديشنز، زي مثلا انك تعمل لي سيرش على الشخص اللي الاي دي، تعمل لي سيرش على الشخص اللي الاي دي بتاعه 1 تمام؟ والايميل بتاعه مثلا كذا، او الاي دي بس انت محتاج الاي دي فهو يجيب لك بقيه الداتا بتاعته صح؟ فهي الوير كلوز هي فائدتها مش ان هي بتكون بس بتدخلك الداتا، انت ممكن ما تكتبهاش هنا خالص وتكتب الكونتنت فيو مفيش مشكله، بس انا هنا ليه كتبتها ووضحتها؟ ان انت المفروض بتستخدمها كمان عشان توضح بيها الكونديشنز اللي ممكن تستخدمها بعد كده. زي ايه؟ زي ان انا مثلا ايه اريتريف كل الاشخاص اللي اسمهم الداتا بتاعت الاشخاص اللي اسمهم مثلا عمرو، ممكن يكون عندي اكتر من شخص اسمه عمرو بس ما اعترف الاي دي بتاعه، فانا مثلا عايز استقبل الداتا او اخد كل الداتا بتاعت الاشخاص اللي اسمهم عمرو بس تمام؟ والايميل مثلا بتاعهم يكون نوع جيميل تمام؟ فانت بتكتب الكلام ده عندك في الويب كلوز، انت قلت لي كده انا كده داتا بيس صح؟ فانت فاهم الموضوع ده بقى هيبقى كارت ازاي؟ فانت هنا بتكتب في الويب كلوز بتاعتك بتبقى عامله ازاي؟ تمام؟ كده انا خلاص كتبت عندي في الداتا بيس، في اي سؤال تاني غير سؤال؟ طب حلو. عايز اقرا اللي انا كتبته. ايه فايدتي ان انا هكتبه لو مش هعرف اقرا؟ هقرا ازاي؟ جاست انا هعمل هنا انتنت عشان ببتدي من المكان اللي كتبت فيه واروح على المكان اللي انا هقرا فيه ده انا ايه اللي انا كتبته. طب انا بس عشان يعني اوضح بقيه الديوان بتعمله ازاي، انا اوريدي خلاص عملت عندي المكان ده او اليوزر انترفيس بالشكل ده. لما ادوس هنا عايز اروح على ليست فيو بتعمل لي شغل الداتا بيز. شايفين هنا عندي عامله ازاي؟ او هنا دي عباره عن ليست فيو، يعني هنا هو في هنا كلام مكتوب واضح عندكم؟ لا مش واضح. اوكي بس انا عملت هنا ايه؟ ده جاست ليست فيو محطوطه، يعني هو هنا اوريدي في ليست محطوطه بس مش معايا داتا، فعشان كده مش فاضي مش واضح فيها الكلام. لما المفروض حمل الداتا بيس بتاعتي واجي اروح على المكان ده في الرن، في الرن تايم اللي انا شغاله، هيعمل لي شو لميه الداتا اللي انا كتبتها هنا تمام؟ طب احنا ممكن نعمل رن الاول بعد كده نشوف ايه ازاي بقرا الداتا بيس بتاعتي، عشان بس ايه؟ انا مش عايز اعمل رن هو مفيش تيبل في الاجابه. ايه؟ تيبل. يعني في الجافا كان في تيبل. تقصد في الجي ار في اليوزر انترفيس نفسه. هي هنا بيبقى اسمها ليست. اوكي كده فتح عندي اهو تمام؟ انا اوريدي كنت مسيف داتا تمام؟ تعالى مثلا انا ادخل اي دي مثلا خليها اسم سنين، الاسم عايز الاسم دي مثلا جون، اللاست نيم مينا مش عارف مثلا جون محمد، ايه الايميل وات ايفر مش مشكله عندنا، فون نمبر برضه وات ايفر الرقم ده سيف تو داتا بيس. المفروض هيوديني الليست فيو عشان يعمل شغل الداتا. اوكي دي اوريدي انا كنت داتا مسيبها عندي في الايه؟ في الداتا بيز من الاول خالص لما انا كتبتها تمام؟ بس اضاف لي ايه بعد كده؟ اهو ده تمام؟ بقى موجود اوريدي عندي. عايز اعمل ايه؟ عايز اضيف داتا تاني مثلا، فاقوم عامل هنا باك
اغير الاي دي خليه مثلا 55 جونا خليها مثلا اي بي